السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب بني سويف. امتياز احنا المفروض عندنا الفتره ديت بناخده ابلكيشن للارشبار ازاي نحطه كون اوف ذا موست امبورتنت ميثودز للكلوزد ريدكشن للفراكشر. احنا عندنا هنا حاله دلوقتي, الحاله ديت عباره عن كلوزد مانديبل فراكشر مانديبل ريليتد للايه للباس فيزيال اريا في ريمينينج جود. افتح كده اخر عامل خلاص, بس يساوي كده عند الفوق كده شايفين فراكشر بيتحرك اهو ماشي, وده باين طبعا في السي تي اللي معاه خلاص. فده عشان هنشيل بالمره الريمينينج جلوت اللي موجود دوت, وغسلنا اسنانه قدر المستطاع ونضفناه قدر المستطاع, وهنحط دلوقتي ارش بار. هنحط ارش بار فوق وتحت, وبعد كده نعمل اي ام اف. هو العيان طبعا الحل الامثل كان يتعمل اورف او اوبن ريدكشن اند انترنال فيكسيشن ببليتس وسكروز, تحط على المكان دوت بناء على تشامبرز لاين. في المكان ده هنحط حوالي اثنين فوق وتحت المنتال نيرف بسبب يعني ايكونوميك بروبلم عند البيشنت دوت, كانوا افورد انه يروح مستشفى ويعمل حاجه زي كده, فهو اختار الطريقه الثانيه ان احنا نعمله كلوز ريدكشن. تمام كده, هنخلع الريمينينج جلوت دلوقتي مع بعضينا وهنشوف ازاي دلوقتي بنقدر ان احنا نعمل بتاع دوت ارش بار. خلاص طب على الاخر كده خالص ماشي, طب انا هقف قدام العيان ماشي, افتح على الاخر هتشوف كده خلاص. انا بعيد عن الفراكشر لاين في المكان دوت اوكي ماشي, هحاول اخش كده بالراحه واشيل المنجو بتاعه ده مفرم خالص مكسر خالص. عايزين نولع الفلاش, طب في كاش نولع الفلاش بس انت ايه يعني حاول اتجاه النور رجع عليا ماشي, يعني حاول تساوي كده خش هنا كده اجي من الناحيه الثانيه خش كده اهو كده زي ما انت كده ماشي. يلا اتصور ماشي تمام, هنخش هنا كده اهو خلاص, حاول نلخلخ الريمينج جلود ده بالراحه كده قدر المستطاع. معلش انت مستحملني ولا في وجع؟ انا مستحملني؟ تحط لي كده اللور انتيري فورس كده خلاص, الجدر بيلعب خالص اهو معايا. انا مش عايز اعمل اي بوجنج فورس عشان ما ازودش او اعملش ديسبيسمنت للفراكشر اللي موجود, عشان الجدر بيلعب خالص بلاش خالص خلاص اهو وطلع خالص معايا اهو. يا باشا باشا ثواني خلاص خلصت خالص والله. طيب طلع افتح كده افتح الجدر كده موجود افتح طلع صوت الجدر كده ده كده الجدر كان مكسور اهو تمام كده ماشي. دلوقتي هنبتدي نشتغل على ايه الفيكسيشن, نحط الارش بار ازاي. زي الهوكس ديت المفروض بتبقى باصه ايبيكال, فلو انا هحطها تحت دلوقتي هحطها بحيث تبقى الهوكس ديت باصه لتحت, احطها فوق يبقى الهوكس دي باصه فوق. بحددها ازاي دلوقتي؟ انا على الاقل لما احط بحط من 6 ل 6 على الاقل, فده هي دلوقتي كده هاجي ايزي احط كده عند 6 والثلاثه دي كده خلاص واثبتها ماشي, واجي هنا كده عند الميد لاين ماشي. ده كده المسافه بتاعتي اهي ماشي, 2 4 6 8 يبقى هنا 2 4 6 8 هي دي كده المسافه اللي هنا كده هقطع عليها القرش بره هوصلها اهو. تمام كده انا حددت الطول بتاع القرش بره في القرش اللي موجود. نفس الفكره هعمل نفس الكلام ده فوق. طبعا اتاكدت ان العيان بيجيب معايا الاكلوجن بطريقه بس بعض كده بالراحه معايا كده الاكلوجن المفروض بيجي اهو معايا كويس اهو ماشي. بوستيريو اهو المولر ريليشن شيب وز النورمال. طبعا انا هقفل ايه كان اكتر من كده شويه, والميد لاين مظبوط والناحيه الثانيه بتيجي معايا الاكلوجن مع الالاستكس اللي هحطها طبعا بيجي معايا الاكلوجن كويس. ده مكان الروت اللي انا خلعته من شويه تمام كده. طب هنحضر الشبرات دي ونقصه ونركبه ازاي. بص يا جماعه نفس الفكره تاني برضه, لما اجي عند فوق خلاص الشبرات طويل معايا اهو هحطه كده عند ال 6 خلاص, واجي هنا عند الميد لاين كده الدبت امسكه كده 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 هنا كده برضو وهقص. يلا انا بستخدم حاجه اسمها واير تويستر شبه النيل هولدر شويه في شكلها, بس طبعا الجيب بتاعها عريض زي ما احنا شايفين كده. دي بتمسك بقوه الجبنه على واير ما يفرقش مننا تمام. الواير بتاعي المفروض بمسكه بشده بقى معايا اسيستنت الناحيه الثانيه بمسكه بالحكايه كده, المفروض بارت وستر ثاني يعني بس مش معايا, وبتشد بقوه جامد قوي قوي عشان اي ثانيه اي تنشن ما يبقاش موجود, بشد على الاخر خالص خالص وبيلعب وشك تمام كده. ده بنقصقص منه حتت صغيره ونستخدمها مع بعضينا زي ما احنا بنشوف خلاص. قصقص كده تمام تمام كلها مشدوده كده الورق كله مشدود خلاص, عشان ده اللي هستخدمه ان اسامي بيه الارش بار على السنين
عندي اولموست خلاص دي كام ساعه 2 10 ساعات خلاص هنشوف دلوقتي انا بستخدم ممكن المسكيتو بس عشان هو حاجه رفيعه بعدي بيه الواير وبعد كده بستخدم الواير توستر في ان انا الف هنعملها ازاي مثلا ادي هنا كده بعدي واحد كده خلاص بين السنان افتح على الاخر كده قدم سلطان ماشي طب احنا مستأذنين من المريض في التصوير هو عارف الكلام ده كله كويس لازم عنده خلفيه وناخد الايه الكونسنت منه على اقل شفه يعني افتح كمان كويس ماشي وهعدي طب هو مشكلته انه عنده كلكس شويه افتح عشان اشوف كده كويس ماشي وارجو ان الجماعه بتوع البيريو يسامحونا عشان احنا بنعمل جريمه بالنسبه لهم ماشي فاهم انت حاجه؟ ماشي خلاص ده كده انا عديت اهو هاخد بس الوار تويستر طب بطمن السنين ان انا اعمل لها سبورت كويس ماشي بشد شويه كده طيب عديت ده كده هضمهم على بعضيهم خلاص بالمنظر ده كده حطيت مثلا زي صبعي كده وبقى ايه مجرد بس ايه لفتين كده بس مش اكتر من كده خلاص تمام ادي واحد موجود اهو خلاص هحط كام واحد منهم عشان بس اقدر اثبت الارش بار وبعد كده اعقدهم ان شاء الله خلاص ادي واحد تاني ممكن بالوارت ريستر نفسه او بده خلاص هدخل واحد مثلا كده ديستال كاين فتح القدر المستطاع ماشي ماشي السيست معايا بيحاول يساعدنا عشان ما يفلتش مني خلاص نفس الفكره بطلع زي ما انت عايز ما تشدش خلاص طبعا يا حبذا لو انا ايه البلاستيك اللي احنا بنحطها ديت بتاعت الكيتشنج لو محطوطه عشان تعمل لي ديتكشن بتساعدني قوي قوي خلاص لو هي متاحه يعني خلاص ادي برضو الاثنين دول اهوت بقفلهم على بعضيهم خلاص حاطط صبعي ماشي ده عشان ما تشكش وابتدي ايه لفتين كده خلاص خلاص تمام اسنان جامده الحمد لله خلاص للامان للامان هات لي كمان واحده ثالثه وبعدين نربط الاشجار ما نروحش نشوفه لان كده مش هيتكرر هقول لكم بعد كده في الاخر ان العيان هو المحطوط بتاع دوت عندك بتاع الاسئله دي بتاع التصوير دي افتح الاخر كده ليبل تراكتور ماشي شغال ده ازاي افتح الاخر كده خالص افتح الاخر ماشي ايوه برافو عليك ماشي بص كده احنا حطينا ايه اللي بيتركت هو يساعدني لقيته الحمد لله خلاص وده كده المكان اللي انا هسحب فيه القرش بار عشان اعديه عشان اثبته مكانه ماشي ادي القرش بار طبعا كده هو ده مش صح المفروض احطه بحيث يبقى ايه الهوكس ديت بصه لتحت المسك كده عشان بقى ماشي اهي خلاص ماشي وده بيساعدني مجرد بيساعدني كده بس عشان ايه اعدي الايه القرش بار خلاص بعديه انا زي ما قلنا عايزين ايه من 6 ل 6 على الاقل يعني ماشي قبل ما اربط بتاكد ان انا ايه هيبقى واصل من 6 ل 6 هحتاج شفاطه يا جماعه معانا كده اهو كده اقعد في العقده الاولانيه ماشي فصلت صوره ماشي هنا بقى همسك الوير تويستر الوير تويستر تاني خلاص هبتدي بس اقرب او اقرب كده بالراحه ماشي همسك ده كده ثبت اشوار بص يا جماعه بقى لما اجي ابعد شويه لما اجي اربط خلاص صور هنا مش لما اجي اربط انا مش بلف بدراعي كله خلاص الريست بس هو بيلف فانا شادد كده وقافل ده كده على ايه؟ على النيد هولد كده وبلف الريست بس على صبري كده اهو بلف بس على صبري اهو ده بس اللي بيلف ده بس اللي بيلف مش بدراعي كله تمام كده؟ بلف بس ايه؟ بده تمام؟ هنا في الانتيريور احنا عارفين احنا ان في حاجه اسمها سنجلوم فالمفروض الاساس كان معايا بيمسك زي ميتشل او اي ستيلر خلاص ويجي يفتح لها دي ويجي يعدي السنجلم الواير من ورا السنجلم مش عارف هتعرف تجيبها ولا لا بالكاميرا ماشي يزقها كده بحيث يبقى الواير تحت السنجلم ماشي مش عارف تجيبها طبعا الكاميرا عليك بس انا ايه عايزكم تفهموا ان بقى تحت السنجلم ماشي زي ما انت كده او اصبك اشوف خلاص وكده ايه اقرب خلاص الوشمه ممكن ايه افك واقرب شويه وتروح تقعد عشان اشوف كويس ماشي
كده ايه بحاول اكون تحت السنجرم بس عشان في شويه كالكلس دي شويه تمام بس اهو ستوب بس انا واحده كده اهو ثلاثه هم معديينهم ولازم يبقى الرابطه بتاعتي تحت الهوك خلاص كده القرش ماسك حجر اهو وحطها ثلاثه بس فاهم الفكره ومن ورا طبعا المفروض معدي من ورا السنجرم بس مش قادر نفتحها نصورها من ورا خلاص ماشي هنكمل الباقي كله ونوريك في الاخر ماشي كده يا جماعه احنا المفروض خلصنا القرش بار طبعا القرش بار اهو زي الحجر قوي جدا خلاص الموبيليتي بتاعت الفراكشر اللي بين القناه والفور كده مش حاسسها خالص اهو بحرك اهوت مفيش حركه خالص القرش بار مزق قوي جدا ماشي كل ده كان مساعدني في الريتراكشن كويس دلوقتي اللي هيتعمل ان انا هقطع الزيادات دي كلها واتنيها تحت اللوب اهم حاجه نتاكد ان الرابطه بتاعتي تحت اللوب والقرش بار ماسك وان بيس قوي ما بيتحركش خالص ماشي دي اهم حاجه في الفيكسيشن طبعا باكد ده مكان السنه اللي اتخلعت او الجذر المخلوع الفراكشر زي ما شفناه ما بين القناين والفور يعتبر برسم فيزيائي يعتبر يعني او داخل على بعضي كمان ماشي فده كده هتحط له توب ليس المفروض لو كان العيان كان افورد انه يتعمل له الكلام دوت لو كان العيان افورد انه يتعمل له الكلام دوت اندر جنرال انستيزي تمام كده هنقصقص دلوقتي الزيادات دي كلها هنشوفها لزقت ازاي ممكن بالكتر ممكن بالكتر وممكن في طريقه ثانيه لو مفيش كتر اسمها الفتيج ايه هي الفتيج ان انا هاجي مثلا اقفل السلك ده كده بحاجه قويه اقفله كده اهو ماشي وامسك باور تويستر خلاص وابتدي ايه اقطع الحته اللي فاضله تمام كده ده بالايه طريقه الفتيج كده والحته دي كده المفروض الثانيه ماشي الثانيه بتاعتي اهي ماشي هحطها تحت ايه تحت الهوك كده بالطريقه كده خلاص ميك شور ان ما يبقاش فيه اي حاجه حاميه تعالي تداي العين بعد كده ماشي فده اللي هيتعمل على كل الايه الورز بالطريقه دي كده ماشي كده يا جماعه احنا كده احنا خلصنا القرش بار اهو اللور ماشي قافل كويس جدا اهو ماشي حجر خالص وقافل ون بيس واللوكيشن بتاع العيان اكسبتد خالص اهو الحمد لله ماشي طب ممكن حد يسالني سؤال هل ممكن كفايه كده؟ لا ليه بقى؟ لان القرش بار اللي حطيته ده اسمه النون ريجن فيكسيشن يعني في موبيلتي برضه على الرغم كده في الفراكشر حتى الميني بليتس اللي هنحطها اسمها سيمي ريجن فيكسيشن الريجن حاجه زي الريكونستراكشن بليت التخمين 2 و4 و2 و7 و10 ده اللي اسمه ريجن فيكسيشن تحط عليه برضه فالميني بليتس تعتبر سيمي ريجن كان ممكن ساعتها احط ايلي فوق بس اقفل المانديبل مع المانزيلا مانديبل فيكسيشن او ام ام اف مؤقتا لغايه ما اثبت الميني بليتس في حاله زي كده لا لازم احط قرش بار فوق واقفل اي ام اف طالما ده كلوزد ريدكشن ومفيش اي فيكسيشن باي ميسو تاني وده طبعا من ايام ما اخترعوا الفيكسيشن الصح دلوقتي بنتحمل الميني بليتس او السكروز طالما ان العين انديكيت ان حاجه زي كده من انتر اورال ابروتش تمام فهتحط دلوقتي القرش بار فوق ونعملها اي ام اف ويطفوا اخر المنظر عامل ازاي يا جماعه احنا خلصنا القرش بار فوق اهو الحمد لله هتبقى تصفر كده خلصنا فوق اهو الحمد لله ماشي من 6 ل 6 طبعا ايه ماسك زي الحاجه كويس لو بصيت حاول تجيب السنجرم هنا جايز يبان هنا هنا السنجرم بص من هنا كده يعني هنا القرش بار حتى مش باين من تحت بلا تل مش باين انا منزله تحت السنجلم الواير لازم يبقى تحت السنجلم يعني هو لفه بعديه تحت السنجلم زي ما انا عامل تحت هنا ماشي كده كده مسك حجر هو كويس جدا ماشي هتقفل كده اقفل عض 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 ايوه ايوه تمام طيب. ماشي كده نبص على المور ريليشن شيب من فوق كده لا بص قدام كده عشان تجيبه من تحت من باين عض من هنا كده من جنب من جنب ماشي تبعد ايوه من الناحيه كده خلاص هنركب الاستكس او نعمل اي ام اف ده نجيب القرش بره بعديها خلاص الميد لاين عندي يعني اولموست مظبوط والاوكلوجن مولر ريليشن شيب ناحيتين مفتوحه شويه طبعا بسبب البين وبسبب شده الاسنان لما بحط الوايرز ونقفلها على بعضيها بتيجي الاسنان على بعضيها احسن من كده كمان يعني ان شاء الله ماشي هنحط الاسنان دلوقتي ونشيل الزي ديت ونصور الصوره النهائيه دلوقتي احنا كده خلصنا المفروض القرش بره الحمد لله ماشي فوق وتحت مقفول جامد اهو الحمد لله هنبص بس على الاوكلوجن كده ادي الاوكلوجن ناحيه اليمين خلاص ماشي الناحيه الثانيه الشمال ودي كاوكلوجن تمام كده خلاص وطبعا احنا معدين هنا اهوت ما بين الفور والكناين معدين واير بالعرض شويه علشان ياخد الفراكشر لاين اللي هو بين الكناين وبين الفور تمام كده الاوكلوجن اكسبتد جدا بالنسبه لي الحمد لله كده بقى شفنا ازاي بنركب القرش بار فوق وتحت وبنثبتهم ازاي ونتريهم ازاي بعدين هيتن في الاي ام اف او ام ام اف اللي هو مانجزيلو مانديبرو فيكسيشن ده فتره مش اقل من شهر وبعد كده هنبتدي نحرك طبعا لو كان في كوندالا فراكشر كان لازم يبقى الاستكس وانشيت الايرلي موفمنت هنا مجرد بس بارسم فيزيل فراكشن مش اكتر من كده فهنعتمد على الكلوز ريدكشن بالطريقه دي كده والاكلوجن بالنسبه لي كده اكسبتد جدا خلاص على الرغم البين وبنشكر المريض من كتر الف خير وسمح لنا نصوره يعني وربنا يجعله فايده ان شاء الله وارجو ان الشباب الامتياز اللي بيعملوا الكلام دوت يكونوا شافوه دلوقتي بطريقه عمليه وفهموا يعني ايه قرش بار وفيكسيشن لفراكشر اندر لوكال انستيزيا شكرا السلام عليكم.